بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بين آيات كنتن يلح إلى آيات تضباطن يتضبا سورة النمل نبي الله اللوت بن هاران وحالله دري سدومة ينتهي حكوميسي وإله اللحم قالوا شنبا باباضي بور الليدة بيت القدس بيت دنعا bariga ka yihiin marka loo dambaan digray id qala li qawmihi ataatuna al faahisha wa hulma la iimaanaysan wa antum tubsiruna adarktan ba inay xuntahay aynakum idika la taatuna rijaala maragaad u tagaysaa shahwatan xiisayn ad xiisaynaysan miduni nisaay haweenka qeyrkood balantum idika qawm baatin tajaluna iska jaahiliyeeli jawaabti waxay noqotay fama kana ma ahaanin jawaab qawmi qawmkiisa jawaabtoodu إلا أن قالوا إني جد هذين مويه أخرجوا بحية آل اللود اللود إيه قرابة ديس من قريتكم قال دينا كبحية إنهم إيقوا أناس ددوين يتطهرون إصلاحير يوم وحن إنه أين كتر كي يغيثوين فأنجيناه والنبت قال إن اللود إيه أهله غير كيسي إلا برأته قبل حاس كيس عيد مويان قدرناها إيضا وحن كحكنا من الغابرين كوا عذاب كوار إني ثاي وأمضرنا وانكدا سين عليهم تشوذ مطر المطر وذاك حانتي حجارة ذاهين فساء وحاح ماضي مطر المنظرين كوا اللود دقي مطر قاضي بحر ماضي نبي الله اللود دعوة مركز يوغارسي قوم كيسي وحي دهدين جوابتي وحي نقطة مقالة أنك أن أنكسر سجير رير كيسة وعدد وحي نكتر أنكتر نكاي غيرسان أمانتي أغفع عنيد بكو أماني يووي عيبي أغد دقيان لكن أمانتي أوقف عند ما أماني سقطان كان إنه أم كجرو وضد خطة هرم بين هذين والبحير لود يدك شهابين بالله قريه صوم العسنين على يدي والذي جعلنا عليها سافلها ورثونا عليه إجارة مسجيل يا القداسي بالمثل كي مجال ذك دبده أغمقنا لك حامب الله الله دعي يقال لفتو ذك حامب القداسي دب كاسين لكل ما بركي حقي ديده فساد وايد داري بركو النبي الله اللود دعوته أوكاني فما كان ما أهانن جواب قومه قوم كيس الجواب تود إلا أن قالوا إنا يرهدين موياني أخرجوا صارة أو بحية آل اللود اللود يخير كيس من قريتكم قال دين كبحية إنهم يبقوا ناس ددوا يتطهرون إسكت طهيرا يوحن إنه أن كتره ويكبحين قصد واكيد داري فأجينا هو أن نبدأ لأن اللوط يوأله غير كيسي إن لم رأته قبل حاس كيس أهد موياني قدرناها وحنكوح كنا يعني وحنكوت هرين إنا بكمتها قدرناها وحنكوت هرين إنا من الغابرين عذاب كقوة كهرين وامدرنا وانكود أسينا عليهم تشوض مطرا ومطر روبة والروب نكحانا فساء وحاهم هذه مطر المنظرين ساء وحاهم هذه مطر المنظرين كوي لديك مطر كودين قلوا حاتي لأبالي نبي الله محمد شرفت له الحمد لله إلهي بمهدي السقناتين والسلام النبي قليا على عباده أدوميه سدوش وضها أهاته الذين أدوميه استفاؤوا الضرطة والرسوشة اللهم الله خير خير له أما يشركون ما سواه وشركي لي وخطبه آيادها صور صعوده وده التوحيد كأنه صور صعوده يا خطبه افتتاحه وحاله افتتاحي حمدي إيه مؤمنين في مرسلين تاهدوا اللو الدعائي بارك إله هذا ذاتك إسلام في واستعمالا قد بوين كودا إن حمدي يلغو فرفر أنبيادوا اللو الدعائي إله هذا ولا استعمالا بارك إنتان وحي فرفر أطاهي أولغو باللابانيا توحيدك سوى سعودا بارك ماشا الليلي الله خير أما يشركون أفعل تفضيلك بارك اللغة عربت الليلة هذا شيء والله شيء ولا أكستي أو مدي بدن جاي بينهم. مركا وحي أشريجي لأن تي خير بماله. مركا أفعل التفضيل ليس على بابه وين. أما يجع عقيدة دونه. وحي كده جن تاعي. ما الله رحمة ديسا خير بدن. ما سيجع عقاب فكل عيسى خير بدن. معنو ساس ومركا ده مصابح وين. قلوا حاتر الحمد لله. بدك لما يسوى ده وحنا كجرنا إن ذاتك مؤمنين تاعه ولا الله هل الدعية. تذكر مؤمنين تهلوا الدعيوين قلوا حاتل أنه شرفت له الحمد لله إلهي بإما هذه السبناتين والسلام النبت قلينا على عباده الدوميه إيسا دش وضها أهاته الذين أضوميه استفاءوا الضرطي وأنبيضاء
اللهم الله خير خير له أما يشركون ما وسع يشرك يلبى خير له يا خير بدن معها افعلوا تفضيل ليس على بابه ما إله بخير له سبحانه وتعالى يوح ضدك أقول باقي بس كونا خير له يقعد لي دود الله جهد لي أمن أحد خلق السماوات سمد أبوري والأرض أرض أبوري وأنزل إذين سود جي لكم إذك من السماء بيه وفأنبتنا عن صورنا لنبيه بيها سوفتونا حدائق بيره ذات بهجة قروح صاحبة ما يرتب مركب بحض قروح بدنا ما كان إذين مسوقنا لكم إذين كأنتم بتو إن الصور سارتان شجرها قيدة هذا يعبد مكاسها العابد بس واحد يقول العابد يا من العابد أي إله ما إله با مع الله ألم عيسو فعال ذلك صدا يالي ما إله كله صدا يالي باكنا بل إله كله صدا يالي ماكنا هم يقوم قوم قوم يعدلون الله وحبر بردقية مركب ميركب مركب صوت تحريرين سيدا سا معناها صفاصيل سوساسي كو تحريرين أنه أن لا يحي وصوت تحريري إلى دور كتاب بانك صوت تحريري سيابك هل انت تكفى سيدا واسورة قال الله سمد يا أرضا أبوري سمد بيها كسو الدجي وبيره قروح لبدن بحيي وإذا قيت كيسا صورنا لنكرتين مياه العابد ما سواحنا يعابدين بالعابد لبدا كور ويعدها يعدنته ويعدها أمن أحد خلق السماوات السماوين كأبوري والأرض أرضها وأنزل كسود الجي لكم إذن كدرتين من السماء السماء ما أنبي كسود الجي وفأنبتنا عن صورنا للني به بالماء به سببت هذا حدائق بيره ذات بهجة قروح صاحبه بيرت مركب حسوم قروح بنا ما كانوا أمسكنا لكم إذن كأنتم بتوين صورنا لسان شجرها قيدة يعبد من إلهها سال العابدي بسغيك بالعابدي الله وحوليه أإله ما إله ما مع الله ألا من عيسى أوه فعل ذلك سيدا ياله مي بل الله إله كلام عيسى ما هي هم إيجا قوم قوم يعدلون الله وحبر بردقة يسول ليلة تربى ليلة وحبي بردقة أمن أحد جعل الأرض روكا كي يالي قرارا سيس سوغن عن دقدقاق لهين عن دقال دقدقاقين عن لقل كلانين وجعل يالي خلالها نحذ هذا أنهار واديال بيمعان لحذ هذا مريه كوى يريه كوى وين وجعل الله يالي رواسية بوراء وكوكوت قتمي سائن عن دقدقاقين وجعل يالي بين البحرين اللي مضى بضى دحذ حاجزا مانع بد خلالي بد معان ميا يعبد العابد من إله سال العابد الله سال العابد مستغير كبال العابد أي إله ما إله ما مع الله ألم عيسوه فعل ذلك صدا يالي بل الله كله صدا يالي مكرا أكثرهم بدل كون لا يعلمون وحبقر المايا الله سبحانه وتعالى وفي ليه الله أدلك الصغي ودقدقا يقيل قيل يالح لح سأدي إذي توقف دادير بيه إيو لاغا ميدان إنو مريه أو ذا بيه معان أو بيال ميدان سا إنو قلح مريه أو بورا أد أدا كو قد قطميه بورا هن كو تاك تاكن لألا تبيد من أهلها بورا هن هدى أينو أرغني تاكن للك إلهوس بيه حشينيه للك وي حشينيه والله وذي بضوت حجابو يالي بدا خلالي بدا معان وكان صوم مريه بدا معان وحي علمه دو بضان تاهي بيه اللاغا إيو توقف يكون ويه iya badda khadaal haajiska u yeelay ma ilaaha sal caabudi ma sawx kale al caabudi ma alla alla mi ciiso sida yeelay oo kale wax kale sida yeelay maya wax kale sida yeelay amana haja ala al ardh dulka ka yeelay qararantii sugan oo dhaqdhaqaaq lahayn wajala yeelay khilalaha dhaxdeeda anhaar waadiyal ku yar iyo ku weyn sida u durduray wajala laha u yeelay rawaasiya buura ad adag oo waaweyn ku qotomiyay وجعل يلي بين البحرين لبدا بدو دخدودا بدا معاني بدا خدار حاجزا حجاب يلي ان اسكو درسمين ميا يعبد العابد مس غير كبا العابد ان قال لي نو سو بندغاي و اسكا عدهي حالد الله سدان يلي با العابدي اي اله ما اله با مع الله الا معيش فعل ذلك سدا يلي بل الله سدا يلون الله هين ما جيره اكثرهم بدا كود لا يعلمون وحب غران مايا dad badan oo wax garanayna ba jira marka wax garadku qofkii qalbigiisu furan yahay waxbuu garan hadii wax lagu sheego ha kula boodin oo hadiidin durbana haraacina u fiirso oo daraasad ku sameeyo waxani wuxuu yahay markaad ogaato ama diid ama raxweyn
أما أحد يجيب المضرة قف كدباتي سن أجيبه إذا دعاه مركب بريه ويكفي الصوع لبكنا فائدة وما أنت فائدة ويجعلكم إذن كي لبني آدم خلفاء الأرض دولك كوي كهري مركي أمديه ورباء بآن ميا يعبد العابدي بس غير كبال العابدي غير كلمة عابدي كصدا يلي بالعابدي إله ما إله ما مع الله ألم يعصف على ذلك صدا يلي ما يعطي قليلا إن يرماء آديا يتذكرون وانتم إنسان الله قفك باها اللي بعتضه هاي سمركو بريء أجيبة الله نبك فإذا مركو نبك يماده الله أرضده إذن كو باقي يلي إذن كو رهب وما ظهر أرضده كالتقي إذن كو أبوري نلقى ما إله سال يا العابد ما سواحك له إله سال العابد وين الله غيركم يا العابد ما أي أدبات وانتون يرتين وين نبا ضد كيور علم دي هون إسلام قد نيا دي هون وقياسا سادة بغلق سانو ميلا هجرة مركة هاي يون العلماء ويمدوا وحول نبا أيها يستيه إيه الله باري هذه قابل نبكوا يستيمان ألا بريد دوري كان نبكوا يستيال الأجيبي هذا ما ذا لبرية الدولة على ما نبكي قايستاي. مرك قفك مضر كأها. دعائي سمرك خالص تاي الله سبحانه وتعالى وأقبله. لكن دعائي صدق سيد ويه واحد الله توس وقبل إنه كوا أقبله. يوح كاف عن إنه كوا أقبله. يعني باتك هو صوف الله يدينه كحجابه. أنت بواسطة قلوي. لكن كل دعائي والله أقبل. حتى قالوا مرك إخلاص لي ماذا؟ والله أقبل. مرك يبدأ قلان. ee baddu ku kaado waxay dhihi wixii kale dhiniga daayo Allah aan barino ilaa soo nabad gelinayo ay khalas khalas ku ajiib weyn kaliya Allah markaad barino gaalku xataa ajiib kaliya markuu Allah bari amana had yujibu ajiiba al mudarra ka dhibaataysan ida daaahu markuu bariyo wayashifu ka faida aswaa xumaanta iyo dibka ka faida wayilalukum idinkana idinka yeelay qoladii nabiga la joogtay bu hadda hadal ku socdaa inaguna way soo galeena khulafaa al ardi dulka kuwii ku khaliif noqday oo ku soo halay markii umadihii hore la halaagay miyaa yucbadu la caabudi mise qeybkii baa la caabudi allah sida yeelay in la caabudo way ay ilaahum ilaaha ma allah lam yiiso faala dalka sida yeelay maya qaliilan in yaro ma aad u yar ya tadhakkaruna antum isan sika saadi la idin la hadlo waantoonkiinu wuu yar yahay maka la jooga marka sida la leeyay amana had yahdiikum idin hanuniyay fi dhulumatil barri wal bahri barriga baxda mugdiyaalkooda waman had yursilu riyaha dabaylaha diray bushran xaalay bishaareenaya baynayday raxmati raxmadii soo horteedo roobka miya yucbadu laaabudi mise qeybki baa laaabudi ay ilaahun ma ilaah baa ma allah ya yafaal dalka sidaa yeel allah wuxuu leeyahay ahad ka dhulumaat albarri wal bahri dhanuni barriga dhulumaatkiisu waxa weeye habeen baha ahatee ظلمات كبرق وحوي ميل مفازة ووضي يلاج مدن لهاي وضو يبور الدورة مدن ملك مركز واد صعتها فحوي حدقه وحواد استعمال إلهي وقانوننا يضويش لنعكاه يسي بحرقنا مركز دونت اللي قلت له هبين ما تاي يقولي بد ما فولين أنا قوي مركز هبابان وحيا بابا نبي يا علامة كدقنا يا إلهي وعلامة ينيا وقانوننا يا إله سيدا يالي وضويش ندري ضويش الروب كي هو قامل roobka midba kicino dhulka ka haaqi wixii jeermisaha midina daruurihii bay kicin midii dabada ay ka kaxayn midii way hor socon waa mid qoruxda badan u dgoon markay roobku halkaas oo kale ka soo muuqdo ilaaha sidaa yeelay miyal cabda soo ilaa cabda ma ilaaha sala cabda yaa wi hada kama joogtaa wax sidan yeelay oo yeeli karoon allah ahina ma jiro amana had yahdiikum idin hanuniyay في ظلمات البر برق مقديال كيسي والبحر بدا مقديال كيسي ومركات بدا مريسان وهبينكم مقديال هبا وضان على موينا دي استعماشان إذين يالي برق مركات شوكتان على موينا دي استعماشان إذين يالي هذا دولك بورها إيالاقها إيالي لقوها باب ماي ميل عيده حقا لينا بنان إيالا فتل لينا بور مالي لاق مالي ميل تاقن مالي وقيد ميلان وهود مركا وحلقوا صعلا إيالا geed ka afago qudhaca yaad calaamaysan kaas aad ku hagaagay oo meeshaad ku socotay geedkeen laba geed oo isku xigta isku dhinac ka bayn bay soo habaabay
suudina calabada geed hadaan ka marso midna dilacad kamid ki marka joogtaad hadana ku kala tilmaansan saas lagu mara Allah subhanahu wa ta'ala wa wuxuu inuu hanuuniyay taas ama nahjadiikum fi dhulumatil barri wal bahri idin ku hanuuniyay dhulumaadka barriga iyo bahriga waman ahad yursulu riyaha dabaylaha diray bushran xaalay bishaareen ayaan baynay day raxmatiga raxmadiisa horteed oo dabaysha udgoon markay soo baxdo roob bay hor socotaa miya yucbadu alaabidu bisa ghayr kiba alaabidu maya isaga alaabidu way ay ilaahun ma ilaah wa ma'allaahi illa mu'iisa oo faala dalika sidaa yeelay maya ta'ala allahu allahu kasareya amma sheegi yashirkuuna bihi ay u shirgeelayaan oo alla cibaadada la wadaajinaya hada ilaah marka la ilaah oo ilaah la wadaajiyo waa kan in bada sheegnay sheegi cibaado alla leeyahay aad siiso walaw magac ilaah ba yaadan u isticmaali magac ka soo isticmaalo wa ilaaha caabiday ogow bisalada iska jir shay kasto oo cibaado alla leeyahay aad siiso magac ilaah ba ha u isticmaali magac kale u isticmaali wa ilaah ba aad caabiday way iska ilaali mid tah insha Allah amman ahad yabda'u billahi al khalqa abuurka billahi summa yu'iduhu markala soo celin doona waman ahad yarzuqukum idinka arzaqa min as-samaa'i sabad oo roob idinka keenay wal ardi dhulka idinka arzaqo nabaad idinka soo dhaliyay miya yu'badu la caabudi بس غير كبال العابد أي إله ما إله بقى مع الله ألم عيسى أهو فعلى ذلك سدايا قلوا حاتكوتي الأهبال هاتوب الله على برهانكم حجدين وحيابهنا العابد إيسان بل دليلك أنا إن كنتم أداتين صادقينك ورشيك أفوانين واحتاري لكن جعل دليل كان بس لذا سمس لوين بي نقوم برارتينو وكان كوع العلين إنين هدو وحكو لي ماد قارهان عقيدة وحا أحكامته إيا فروعنا إيا وحن iyad dagan ka dhaxdiisa ki kugu dhaama oo isleedahay uu kugu dhaama waad ka qaadan laakiin aqeedo markay noqoto warbalde daliilisha waxa aad sheegaysaa daliil u ka baaleen daliil aan raaci hayay raaxa noqon xaq aqeedad hayay raaxa noqon marka alle wuxuu leeyahay aadka abuurka bilaabay ee markale soo celin doona bilmatar dadku markuu dhinto markale soo celin doona aadka idin arzaaqay oo samad idin ka arzaaqo madarka idin ka soo dajiyay ardada idinka arzaaqo nabaadka idinka soo dhaliyay miya la caabudi bas wax kale la caabudi may ka sa la caabudi amman ahad yabda'u al-khalqa abuurka bilaabay summa yu'idu hadana soo celin doona waman ahad yarzuqukum idin arzaaqay min as-samaa'i sabad oo madar idinka keenay wal ardi miya yu'badu la caabudi bas ghayrki ka sa la caabudi ay ilaahun ma ilaahu wa ma'allaahi illa mu'iisa fa'ala dhalika sidaa yeel maya qul waxaad ku tiraa haatu la kaalay burhaanakum hujjadiini keena waxaan aad caabudaysaan daliilu kaana in kuntum saadiqiin hadaan run sheegaysaan qul waxaad ku tiraabaa nabiyullaah maxamed sallallaahu alayhi wa sallam ma oga mun fi samaawaati samada waxa ku sugan wal ardi al ghayba ghaybka ma oga illa allah allamu yee wama yashuruna dadku ma oga ayaana waqtiga yubcasuuna la soo bixinay dadku kama warhayaan mun fi samaawaati wal ardi da alla soo gali maayo isna muqaddic baa leeyahay waxa khalqi ah samada jooga ee malaa'iktu kamid tahay iyo waxa khalqiga ardada joogay qayb kama ogaan ahad kaliya ogma jiro laakin allah qayb ka wuu ogyahay aisha waxay tiri radiyallahu anha lafdiga muhammad bay isticmaashay ninkii idin yidhaahda muhammad qayb bari waxa dhici buu ogyahay ninkii idin yidhaahda allah wuu ku been abuurtay buu aisha sidaa tiri lafdiga muhammad bay waliba isticmaashay muhammad waxa bari dhici buu ogyahay ninkii idin yidhaahda الله وكبنا أبو سبيتة أيضا يسهر لك برك معناه وحان كوضنا النبي الله محمد غيبك أغيى وغيبك أل أغيسي إساق تسطوص غيبك أم أغان كرين وحي أل أغيسي وغيبه فربنا دي سنة جنة دي يا نار تي صفاته دي سمد دي وحوال بوال وحبادن بأل أغيسي وغيبة لكن إساق تسطوص غيبك أم أغان كرين إي الله بغيب فربنا ولا كوبي كرين يقول له أغيسي قرآن كلفتي سا غيبة ونبي قال له أغيسي عليه الصلاة والسلام نبا وحالي حجاج بن يوسف نكي دلك بدناي تولدي فهم بني أمية وسيرك قاشان لقا وها يعني الحدقية وفالك يقان يا أيمن انتو حلي ورنك حان وطيريه وقعان تكو قبطوه لك حان تاشاك لنكي فاليات لك حان تيوشاك هذا لدك حان ونطيرين يو يدي شاك انت يهين وقرواي نكي وحويد ونيهو waxaanu maleeyay dadka xanta la haysa adan lagu tiradeeda garanay ha waa sidaas weyn
maxay ku kala duwan yihiin buu heetaa qaybkiiba ka baxday buu taa atirisay qaybkiiba ka baxday buu cid waliba ogaan karta tanuse waa qayb buu lama ogaan karo marka waa ajeeb weyn allah wuxuu leeyahay qul wa hatina la ya'lamu ma oga ma fi samawati samada waxa ku sugan wal ardi al qayba ma oga illa laakin allah ba og islaam muqaddir ba leena islaam muqaddir waxa leena ismiga illa ka dambeeyo waxa hore ma galin ma soo galin قام القوم إلا زيد زيد كان قومكم وصاقلي لكن الله من في السماوات ومن في الأرض مسوقلي مركز إنه مقدع بالينا وما يشعرون من أقدتك خلقه أيان وقت يبعثون الصباح عندنا بل الدارك بل الدارك علم قديم موحو قاري في الآخرة ما آخره علم قديم قاري وأكوكم ورمية بل هم يجو في شك شك بيك جسوين منها آخرة بل هم يجو منها آخرة عمون ويكين دلائه waxyaabo badan ba halka lagu fasiraa sida aan idiba ugu roon intii kitaab ay soo eegay waliya waxay leeyahay idaaraka cilmuhu cilmigoodu aakhiru bislaana ya aakhiru uu gaareeyo markay aakhira tagaan bay ogaanayaan qaar ba saa ku fasiray oo cilmigoodu aakhiru uu gaado markay tagaan bay ogaanayaan siyaabo badan ba lagu saar sidan anigu aan leeyahay ya u taxriifsan bal idaaraka markay murmayaan u ilayeen aakhira way jirtaa yama jirin ma aakhira ka warayaan way may waxal ma seen kama warayaan ilmugo ma akhru gaari maxay ugu murmayaan oo isugu ugu gaari way jirtaa iyo ma jirtaa iyo waxa maxay u murmayaan maba ogaba aakhira waxay tahay way bali daaraka ma wuxuu gaari ilmuhum ilmugoodi fil aakhirati aakhiram yu gaari ilmugoodi ma gaari balhum iyagu fi shaki shaki bay kaga sugan yihiin minha aakhira xageed balhum iyagu minha aakhira xageed amuna way keen dhalayeen marka sida aan ku fasiray inay tahay waxaad ku garan shaki bay kaga sugan yihiin baale aakhira ilmugoodi ma gaari وقال الذين كفروا مرك آخر علم قادو سيد الديهاد وين رفميسنا وحل إنوش شجع بين رفميسنا لكن إنه ما فعلين كره إنت اللي إنوش شجع وح كبحسن كما فعلين كره آخره وقال الذين كويحين كفروا قالوا بي إذا كنا مرك أنها نترابا عرو يو أباؤنا أبا يوغنا عراء النغذان أين أنا قال مخرجون من الله صابحين لقد عدنا وأن لو بلن قادي شر وأن لو جبه شر هذا كان نحن أنا وأباؤنا وحد عين ما من قبله ولي جيبه وأن لو شيء شر وحد عين ما هنا إن هذا ما هذا كان ماها إلا صادير الأولين كوي هراء شيء كبر لي جودي موي وحي دهدين أنا جي يا أبا يوجا يوم كان عرنا قنوميان الله صباح ولي جيبه أنا غير يرى وحد أن لو شيء شر وحد عين ولي ما هنا وحلا صباح هي وحق يا ما أدري ولي ما هنا واحد وشيء كبر لي مينه taas waa aqal xumo weey waxyaabaha jireen garan kaliya haday samada ya abuuray iswaydiin lahayay samada ya abuuray haday iswaydiin lahayay inta kaliya nin kitab qisatu taaibin leeyda halkaan nin baan ka soo qaadiyay yaa nin baader yah oo qaysa ya gabadh xalay dambi samaysay intuu kursi qufraanka ku fadhiisay buu dambi dhaafay waa ku dambi dhaafay buu ninkii wuxuu iswaydiyay aqal buu ahaay wasoolaad iyo kuu dambi dhaaf hadda dambi dhaaf qayskii ka sareeyay buu tagay wuxuu wariyay dambi dhaaf aniga hebel baa kuu dambi dhaaf buu oo isaga yaa u dambi dhaaf wal isma waydiin waxa halkii buu ninkii kuma sare ninkii halkii buu kuma sare macnaheedu waxaan ka wadnaa qofku haduu waxa jira ee hortiisa ka fikiro waxba ka xubaad maayo markay leeyihiin miyaan la soo celin karaa sabada kaliya ardada yaa abuuri kelimi iswaydiyaan wa qala alladina kuu waxay dhayn kafaru gaalobay aydaa kunna markaana hanu turaaban carro wa abaana abayowgana ay carro noqdaan ayna anaga la mukhrijuna mana la soo bixin laqad uidna wa nalo balan qaaday wa nalo yaboahay hada waxan la sheegay soo bixinta ah nahnu anaga iyo abaana abayowgayo min qablu horba nalo ugu balan qaaday wax dhacana ma hayna way in hada ma hada kan ma aha ila saadirul awwalina kuwi hore sheekay badalaydoodi mooyeen allah wuxuu leeyahay qul waxaad ku taasiiru socda في الأرض أرضها بالصعدة وقلب جيننا كف كيره وتاريخ ذيب اللوحة لغهنا كصعدة فانظروا إيجا كيف سيدي كان هذه عقبة المجرمين الدنبيل ياشا عرفتوا بسي الوقت قولنا الرئيق ورشادة مركا قرآن كسوه الدقين شام هي يمن يا هريره هذا ومدد للوها لها يمن ومدد للوها لها وشام ومدد للوها لها فارس ومدد للوها لها وانتها تاريخ ذيب الفاعدة oo taariikhda aqrisataan lugahan ka socota baldadkii hore sida loo galay soo eega sidaas leh
hadaa dadkii war sida loo galay aragto waxa way waad ku cibra qaadan way waxba cilmi ba ku kordhi way oo fahmi way qul waxa tira siiru socda fil ardu ardada socda taariikh ahaan iyo lugo ahaan ba u socda oo fanduru eega kayfa sidee kaana hati aqibatul mujrimina dambiilayaasha ciidtooda say noqotay bal eega nabi ilaahi muhammad aad buu uga walbahaari jiray dadkan rumayn la oo diidan oo ka soo horjeeda Allah subhanahu wa ta'ala nabi ilaahi muhammad baa loo sheegaya inuu waxba walbahaarin wala ta'zam hamrugoonin alayhim ala kidbihim beenintooda ka murugoonin wala takuna ahani fi dayqin ciriiriha ahani mimma kiyaad ka ciriirinta yamkuruna ay khayaano sameynayaan waxaan ay sameynayaan qalbigaagu yuu ciriiri noqon qalbigaaga fur wax murugoonayayna ka galin dambigan iyo beenintan ay ku beeniyeen dacwadaadu way hirgali doontaa way ajriga un baa ku badan dacwadaadu way hirgali marka ugu dambeysana iyada la isugu iman waxba hawl bahaarin baa nagu lugu yidhi meelaha qaar kood wakiilay naftaada hadili laalaka baqruu nafsaka allah yikunu mu'minin wa kama meelaha qaar kood leeyin marka nabigu di aad buu uga walbahaari jiray dadkan uu ka dhashay ee loo diray ee haddana ka soo horjeeda inay dilaan baraba nabigu aad buu uga walbahaari jiray walidalika inaguna ninka daaciga ah waa inuu cidna ka baqin walbahaarka waa inuu iska ilaaliya waa inuu nashiid noqdaa ninka daaciga ah dadka wuxuu sheegaa alxamdulillah rabbil caalamiin inagu hadda dadkeena boqolkiiba boqol muslim baynu nahay waa runtaasi marka dad badan wax ka khaldan yihiin way jiraan dadkan waan ka sii doonaa insha Allah ta'ala Allah wuxuu nabigiisa ku yiri walaa tahzanha murugoon alayhim alal kufari gaalada u murugoon ku beenisay walaa takunha ahan fi dayqin cidiidha ahan mimma kiyaad ka cidiidinta yamkuruna ay khiyaaneynayaan oo sameynayaan wayaquluna hadana markale wayaquluna wahidihi متى هذا الوعد بلنقات كاسوا قرب إن كنتم صادقين أدارتم شيئيسان قيامة أشيئيسان وقرب قلوا حد كترا عصاوا حالك إياما أن يكون إنو يهي تدفع لكم كي إذن كسر لو إذن دل صارا بعد الذي كي قال كي تسعجلون أدى الدجيستين وحي إلهدين والوعد كان إي عقابة إي عذاب كان يوحنا شيئيسان أدارتم شيئيسان وقرب وإذن دل صارا يهي بالي وحبالك إياما إنو إذن دل صارا خدفك وحالينا labada shay sida ay isu dulsaareen isu dhaw wa isfan gashantiin baa lagu ku dhawyahay marka inta badan ee quraanka iyo xadiiska iyo qiyaamada waa la dhaweeyaa qiyaamada way dhawdahay cadaabka laftiisa adduunka laftiisa ku soo bixi doona wuu dhaw yahay qoladii cadaab mudata adduunka inuu ugu yimaado ya suragal wa yaquluna wahidihi mata goorma way yahaadal wacdu balanqaadkan iyo cadaabkan aad sheegaysaan kadib saadiqina hadaa run sheegaysaan qul waxa tiraa asa ay yakuun inuu yahay waaba laga yaaba ridif lakum ki idin dul saaran oo idin ku dhaw badu ladii ki qaar ki tasajiluna adad jisateen adabka allah idan allah nugu rid inuu hadaba idin dul saaran yahay baa laga yaaba marka waxa ay culimadu leeyihiin waladii carabta ahayd ee maalintii badar bay adab la dhameeyeen badar laga bilaabana dib dambe gaaladu waxa way qiimad uma yeelanin way sii baabayeen markay badar dhacday sanadkii labaad baa hadhay jiray sanadkii saddexaad yaa uxud hadana dhacday intay soo duuleen laakiin godka la qoday saxaabadu dhibaatooyada badani gaadhay laakiin Ilaahay u farajaday sanadkii shanaad ahzaab baa hadhay sanadkii shanaad soo duuleen sanadkii shanaad baa hadhay ahzaab waqti dabaysha alla ku kiciyay ahzaab kadib ma soo duulin ma gaal dambe soo duula sanadkii shanaad maba la aragba intii uu nabigu joogay Allah wuxuu leeyahay وإن ربك ربك نبي الله محمد لذو فضل فضل كون صاحبه على الناس ذاتك مركون عقابته وسود الدجنين ولكن أكثرهم بدتكم لا يشكرون كشور ما هي النعمة الله سبحانه وتعالى فضل قدتك سيئي آد بؤوين يهي محايا ليقو الدنبيل يالا وعقابته متبون الله سبحانه وتعالى وسود الدجنين وكذب لغي وفرصة بالسيئة سيئة وطوبة كينان ووصوا النقضاء فرصة بالسيئة لكن كل شكري ما يه إلهي عقابته وكعلي كل شكري ما يه وإن ربك ربك لذو فضل فضل كل صاحبه على الناس ذاتك ولكن أكثرهم بدك لا يشكرون كم شكريان وإن ربك ربك النبي الله محمد ولا يعلم وحوقي هاي ما تكن وحي قارن صدورهم قلبي القاضي سدر يقول لقاهم واللابته لكن قلبك هذا اللوج هذا من تعبير المحل وإرادة الحال وحي بلا غد إرادين
qalbigoodu waxay qarin Allah baa iyo ma yuclinun waxay dhaahirinayaan intaba Allah ma ka waray qalbiga waxa ku jira qalbiga waxa ku jira iyo waxa dhaahirka labadaba Allah baa subhanahu wa ta'ala wa rabbuka rabbiga wa inna rabbaka rabbiga la ya'lamu wuxuu og yahay ma tukunu waxay qarisu wa inna rabbaka rabbiga la ya'lamu wuxuu og yahay ma tukunu waxay qarisu duurum qalbiyalkoodu waa yuclinun waxay dhaahirinayaan wama min ghaibati wa ahma qanima jiro fi samaa'i samada kuma qawl ardi illa ujilasa fi kitabi kitab ku sugan yahay mubeenino cad loo mahfuud wax kasta oo jira oo ama samada ama ardada jira loo mahfuud ku qoray hadana Allah subhanahu wa ta'ala wuu ogyahay cilmigiisa shay walba soo yahay buu ogyahay hadana uu qoran yahay wixii waa wax qorano malaa'ikatu meelahaasay ka soo ogaan marmarka qaar kood meelahaasay qaybka ka soo ogaan loo mahfuudka iyo ilayagu loo mahfuudka la degan yihiin ملاش كسو غانيا وي الله سبحانه وتعالى ووسخ رسيدا وما من غائبة تأبى لجليه واسع عام النقطة شيء كسوء مغني متروي وما من غائبة وحم غني متر في سماء السماد كم خن والأرض أرض كم خن إلا أجلس في كتاب كتاب كقرية مبين إنه عض واضح خلاص ضاي والله محفوظ إن هذا القرآن قرآن كان كريم ك ee adiga lagu waxyooday yaqsu wuxuu u qisoona u cadeyn ala bani israayil ee bani israayil aksara ladii ki badankii hum iyagu fiye dhexdiisa yaxtalifuna isku khilaafeen quraanka kariimka ah ee bani israayil waxa isku khilaafeen buu cadeyn waxyaabo badan oo isku khilaafeen buu cadeynay filmatan nabii isa oo kale yahuudi waxay yiraahdeen waa ilmo xun bay yiraahdeen meel xun buu ka dhashay ee nasaarana waxay yiraahdeen ilaah bay ka dhigeen quraanka cadeeyay inu nabi ciise adoon muuminuhu alla leeyahay oo gabadh dhowrsoonay dhashay quraanka cadeey waxyaabo badan oo noocaas ah in quraanku kala cadeeynaa haday wax garanaya in hada quraan quraankani yaqsu wuxuu u qisoon qisada waa taqaana waa war ala bani israayil ee bani israayil aksara ladii ki badankii uma yagu fiye xilfa isku khilaafeen wa inahu quraanku lahudan hanun way iyo war rahmatul rahmat lil mu'minina buuya dadka kala laftiisa raxmad buu ahaan lahay haddii markay diideen ciqaab ku yahay khasaaru ku yahay iyaga weyna quraanku lagu danaan u weeyo raxmatun lil mu'minina dadka mu'miniinta wallahi subhanahu wa ta'ala